يعني انا مش عايزه ان احنا نقول للبنات انه اللي هيقول لك انا متمسك بيكي وهفضل معاكي طول العمر بيخلف وعده. علشان هي اصلا من الاول خالص كانت علاقه تفاعليه كاذبه. يعني ايه؟ يعني هو كان حاطط الماسك واول ما حصلت ازمه اتشال الماسك. طب ازاي اعرف ان اللي قدامي حاطط ماسك ولا لا يا غادي؟ ما هي دي المشكله بصراحه يا سالي. المشكله ان احنا ما بنفكش اعتماديه من الاول خالص. يعني ايه فك اعتماديه؟ يعني انا ما ببقاش عارفه اصلا لاحتياجاتي ولا قيمي. بما ان انا لا انا عارفه لا احتياجاتي ولا قيمي ولا عارفه اصلا شريك حياتي احتياجاته ايه وقيمه ايه، فبتحصل المشكله من هنا. وبعدين ما بعرفش كمان اقيم حدود. يعني ايه اقيم الحدود؟ ايه الحدود المفروض تبقى بيني وبين شريك حياتي سواء مخطوبين او متجوزين او حتى عندنا عيال؟ ايه حدودي وحدوده؟ حدودي وحدوده الحدود الصحيه، يعني معناها انا ليا وقتي الخاص بيا، هو ليه وقته الخاص بيه، وفي وقت احنا بيبقى كومن ما بيننا وبين بعض. الست في مصر ليها وقت ليها؟ ولا وقت للطبيخ واشوف العيال وحميهم؟ بس المفروض يبقى ليا وقتي الخاص، يعني اروح الكوافير، اشوف نفسي، اقعد مع اصحابي. لازم اقول له من قبل ما نتجوز انا ليا وقتي وانت ليك وقتك؟ بالزبط. او يوم في الاسبوع انت مع اصحابك وانا مع اصحابي وبقيه الوقت ممكن نخرج او نقعد مع بعض؟ طبعا ده عادي، ده مطلب عادي. طبعا وده الصح. معلش لما نبقى على طول مع بعض كده اهوت هنزهق. طبعا ده طبيعي جدا، احنا كبشر هنزهق. انما لو في اوكي هو له وقته الخاص بيه وانا ليا وقتي الخاص بيا، وفي نفس الوقت احنا مع بعض باختيارنا، لا انا مفروضه عليه ولا هو مفروض عليا، صح ولا لا اوكي لا ما تروحش مع اصحابك، لا انت ما تروحيش عند اهلك، وده اللي حصل مع حكايه ياسمين. ما تروحيش لاهلك، تروحي اهلك ليه؟ بس قبل ما انا عايزه انا قبل ما نخش في حكايه الاهل والمؤهل الدراسي او المستوى التعليمي، انا عايزه اتكلم على حاجه. وانا بختار يعني انا دايما حتى وانا بختار كنت بقول كده، اخد اللي يشيلني لو لا قدر الله جالي مرض. بس انا ما اختبرتوش، بس انا احساسي قال لي المفروض نختبره. يعني لو حد عمل تمثيليه ان هو عيان او ان هي عيانه، ده أقولك صح؟ اقول لك على حاجه يا سالي، للاسف ان معظم اللي بيبقى لابسين ماسكات صعب انك انت تكتشفيها، مش اي حد يقدر يكتشفها، لازم يكون متخصص هو اللي يقدر ان هو يكتشف الموضوع. عشان كده بيقولوا في الخطوبه المفروض نروح لمتخصصين، ده صح؟ طبعا اخده ونروح ونجرب طبعا طبعا. بس الناس تقول لك لو مش عارفوا يحلوا مشاكلهم ويدخلوا بينهم دكاتره متخصصين يبقوا ما يكملوش مع بعض. ليه دايما بنبص للمشاكل بس؟ ليه ما بنبصش بس للعلاقه بقى؟ الخلافات على طول كده هوت. طب والعلاقه ما بيننا وبين بعض؟ صح، احنا تفكيرنا مختلف، لغتنا مختلفه، اسلوبنا في التعامل مع الضغوط مختلف، هنتعرض كده كده شئنا ام ابينا لثمان تغيرات بتحصل في حياتنا. عرفنا ايه الثمان تغيرات دهيت؟ اول حاجه فتره الخطبه، ده تغير من التغيرات ومختلف عن التغير الثاني اللي هو الجواز وانجاب الاولاد، تغير. ولو انا اتنقلت من مسكن لمسكن سواء في نفس البلد او حتى في دوله اخرى، ده تغير. طبعا ان انا ادخل شغل او اسيب شغل، ده تغير. ان في مرض من يسيبني انا او يسيب حد من العيله، حتى لو دور برد، ده تغير. طبعا طبعا. السكادجول بتاعك، الجدول اعمالك او كده هوت او اللي احنا بنعمله النهارده حصل فيه مشكله، بيتغير، خلل، المال، اي حاجه، ده ضغط. ان في كارثه لا قدر الله تحصل في دول من الدول، واحنا كلنا على فكره بنتعرض ليها، زلزال، حروب، ثورات، واتفر، ده تغير. هنتعامل معاه ازاي؟ كورونا، تغير. كورونا او صح، ده دي عرفتنا الناس كلها، ده دي حصل فيها يا نسبه انجاب يا نسبه طلاق. يعني الكورونا ما حصلش فيها حاجه ثانيه يا جماعه في اجتماعيا، ده غير ان نسبه اصلا الطلاق 50% من في اول 5 سنين جواز. ليه بقى؟ دي نسبه عالميه. ليه بقى؟ يعني انا كنت دايما بقول لهم اللي يعدي اول سنه ده من غير طلاق ده بطل. لانه طبعا. اصلا الجواز ده معجزه، ان حد يكمل فيه ده معجزه الهيه، يعني دي لا مني، مع احترامي للجميع، زي ما انا دايما مقتنعه انه ربنا اللي بيربي العيال،
يا ربنا اللي هيجيب لي العيال سالمين غانمين ويرجعوا، مش انا اللي هربيهم واقول لك انا زرعت فيهم القيم يا حبيبتي، لا، يخلق من ظهر العالم فاسد. فالجواز انا بشوف كده، مهما انا كنت كويسه، مهما هو كان محترم، ممكن يحصل اي مشكله، اي فلته، حد يخرج عن شعوره بسبب الضغط، فنضطر ان احنا نوصل للطلاق، فما فيهوش ضمانات، بس هي معجزه الهيه ان احنا معجزه ان احنا نكمل. بس لازم اول 5 سنين دول لو عدوا بسلام يبقى خلاص، ولا 50% لازم يكون فيها طلاق، طلقه على الاقل؟ والله بصي اقول لك على حاجه، لو هم فكهم اعتماديه من الاول خالص، لا يقدروا طبعا يكملوا. لو هم عارفين قيمهم وعارفين احتياجاتهم وعارفين يحطوا حدودهم السليمه هيقدروا يكملوا. يعني ايه فكهم الاعتماديه؟ يعني يعرفوا يعني ايه يتعاملوا مع بعض بشكل سليم. يعني ايه في حدود ما بينهم صحيه، يعني ايه انا ليا وقتي، يعني ايه هو ليه وقته، يعني ايه احنا لينا، انا ليا دوري هو ليه دوره، سواء ما يوقفهاش مع الصنايعيه او يعني هو ده دورها. ولما هي لا طب ولما هي قالت في القصه انه الحاجه بتفضل بالسنتين ثلاثه، انا ضحكت لانه دي اغلبيه البيوت المصريه او العربيه. بس دي بتبين حاجات كتير، يعني انا لما اقول لك في الخطوبه مره واثنين وثلاثه، اقف مع الصنايعي عشان يركب مش عارف ايه، اقف مع الصنايعي عشان يركب مش عارف. ده بعد كده في الجواز بيقولوا نضربه في 10. اللي انت بتعمله في الخطوبه ده انت كده لطيف ولذيذ، بعد كده هيبقى اكتر، صح؟ طبعا.